دي اوضه الاستاذ. زمان دي كانت اوضه اخواته البنات وهو كان بينام في المضيفه، بس اخواته البنات لما يجي لهم عدلهم بيجي يدي اوضته. ما هو كان حكي لي. هو ما حكلكيش عني؟ لا يا فاطمه، يمكن ما جاتش فرصه. ابوه وابويا قابلنا البعض من واحنا صغيرين، الله يرحمهم معاه، بس يعني مرض خالتي وانشغاله في مصر بجولهينه عننا كتير قوي. ابقي خليه يحكي لك عني كده وشوفي هيقول لك ايه. ازاي عادي؟ انت بتقولي كل تفاصيل حياتك ونسيت تقولي ان اهلك خدمينك لوحده؟ ايوه عادي، علشان انا عمري ما خدت الموضوع ده بجد. فاطمه ايه اللي خطوبها؟ انتي فاطمه دي ما بتعرفش تقرا وتكتب، دي من يوم ما اتولدت ما طلعتش بره البلد، دي لسه بتقعد قدام التلفزيون لحد النهارده كانها قاعده قدام سفينه فضاء. انتي عارفه ان لو مثلت في يوم من الايام وطلعت في التلفزيون وفاطمه شافتني والله ممكن تطب فيها؟ اسباب منطقيه فعلا، اسباب تخليك مستحيل ان انت ينفع تتجوز فاطمه، بس في سبب واحد انت ما جبتش سيرته خالص. انا وجودي انا في حياتك، انك بتحبني انا، ده بديهي، انا مش محتاجه اقولهولك. ايوه محتاج تقول، وانا محتاج اسمعه، انا محتاجه اطمن. انا محتاجه احس ان انا مش داخله الحرب دي لوحدي، محتاجه احس ان انت واقف جنبي، ولو انت حاسس ان انت بتحط مجهود انا بحط مجهود اكتر منه 100 مره. انا خايفه ومرعوبه